ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. طبعا جمهور عظيم ما شفتش زيه في حياتي ولا عمري هشوف زيه تاني. طبعا احنا كنا بنتمنى ان احنا نحقق اول عشان نرضيكم، بس حاولنا على قد ما نقدر، والحمد لله ربنا كرمنا بتالت برونزية، وان شاء الله خير في البطولات الجاية ونرجع بالسوبر ان شاء الله القاهرة. علي معلول طبعا انا بتعلم منه دايما وبحبه بره كورة وجوه كورة، وده شخص بالنسبة لي عز عليا جدا ومن اطيب الناس اللي قابلتها في حياتي. طبعا بحب اشكره وربنا يخليه دايما بالنسبة لي هو احسن باك ليفت في افريقيا، فان شاء الله الجاي خير ان شاء الله.